أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة شقة قريبة من الكورنيش، 2 وصالة. أول ما ندخل الشقة المطبخ زي ما انتم شايفين كده مجهز ومفروش فرش نظيف، قريبة من الكورنيش وأصلا بلاسة. شقة 2 وصالة. بعدين الحمام سيراميك، تمام. وبعدين الغرفة الأولى فيها سرير دبل، هو 120، فيها سرير 90، وفيها بلكونة صغيرة، تمام. طبعا يعني زي شباك صغير كده. وبعدين الغرفة التانية غرفة نوم، اللي هي سرير دبل تسريحة طبعا، وفي تلفزيون صغير، دولاب كبير. شقة نظيفة قريبة من الكورنيش وسط البلد، أمن، أسانسير، فيها 2 أسانسير زي ما انتم شايفين. أدى صون بلازا كورنيش، دي البلكونة رقم 2، تمام. بعدين ادي الصالة، صالة كبيرة ما شاء الله، كبيرة جدا، في ترابيزة سفرة وفي سرير برضو، لو العدد يعني كبير شوية ممكن يريح هنا في الصالة. وزي ما انتم شايفين طبعا الشقة مكيفة كلها تكييفات سبليت، الانتريه وشاشة LCD ومكتبة صغيرة كده. وادي البلكونة رقم 1 طبعا ما شاء الله، المساحة كبيرة، والقعدة هنا في الفرندا، ولو طبعا حد من أصحابك جاي يتفضل في الريسبشن ويقعد يعني هنا فنجانين قهوة على الكورنيش، جميل جدا، وإن شاء الله إيه تعجبكم. يعني الأسعار هكتبها لكم فوق في الديسكريبشن، إن شاء الله إيه الشغل اللي جاي كله يا رب يعجبكم بإذن الله.